بطرس الأولى 2. فرموا كل خبث وكل مكر والنفاق والحسد وكل مزمة، وزي أطفال مولودين دلوقتي خلوا نفسكوا في اللبن بتاع العقل اللي ما فيهوش غش عشان تكبروا بيه. لو كنت دقتوا إن الرب صالح، اللي لما تقولوا زي حجر عايش مرفوض من الناس ولكن كريم الله اختاره، خليكوا انتوا كمان مبنيين زي حجارة عايشة، بيت روحي، كهنوت مقدس، عشان تقدموا ذبايح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح. عشان كده موجود كمان في الكتاب: اديني بحط في صهيون حجر زاوية، كريم تم اختياره، واللي يؤمن بيه مش هيتكسف. فليكوا انتوا اللي بتأمنوا الكرامة، واما اللي ما بيسمعوش الكلام فالحجر اللي رفضوا اللي بيبنوا ده بقى راس الزاوية، وحجر خبطة وصخرة كعبلة، اللي بيكعبلوا هم مش سامعين الكلمة، الموضوع اللي عشانه اتحطوا. واما انتوا فجنس تم اختياره، وكهنوت ملوكي، امة مقدسة، شعب ملك، عشان تبلغوا بفضائل اللي ندهكوا من الضلمة للنور العجيب بتاعه. اللي قبل كده ما كنتوش شعب، واما دلوقتي فانتوا شعب الله. اللي كنتوا مش مرحومين، واما دلوقتي فمرحومين. يا حبايب، بطلب منكم زي غرباء وضيوف انكم تمنعوا نفسكم عن شهوات الجسم اللي بتحارب النفس، وان سيرتكم تبقى بين الشعوب التانية كويسة، عشان يبقوا في اللي بيفتروا بيه عليكم زي اللي بيعملوا شر، بيدوا مجد لله في يوم ما يبص علينا عشان خاطر الاعمال الحلوة بتاعتكم اللي بيلاحظوها. فاخضعوا لكل ترتيب من الناس عشان خاطر الرب. لو كان للملك فزي اللي هو فوق الكل، او للولاء فزي ما بعطين منه لاجل الانتقام اللي بيعمله الشر، ولاجل المدح اللي بيعمله الخير. لان بالشكل ده هي اراده الله انكم تعملوا الخير فتسكتوا جهل الناس الاغبياء، زي احرار ومش زي اللي الحريه عندهم ستاره للشر، لكن زي عبيد لله. اكرموا الكل، حبوا الاخوه، خافوا الله، اكرموا الملك. يا خدام، خليكم خاضعين بكل هيبه للاسياد، مش للكويسين الرحمة بس، لكن للشداد كمان، لان ده فضل لو كان حد عشان خاطر ضمير ناحية الله بيستحمل احزان وهو بيتألم بالظلم. لان انهي مجد يبقى لو كنتوا بتتلطموا وانتوا غلطانين فتصبروا، لكن لو كنتوا بتتألموا عارفين الخير فتصبروا، فده فضل عند الله، لانكم عشان كده تندهتوا، لان المسيح كمان اتألم عشان خاطرنا، سايب لنا قدوة عشان تمشوا على الخطوات بتاعته، اللي ما عملش خطية ولا تلقى بقه مكر، اللي لما تشتم ما كانش بيشتم قصادها، ولما تألم ما كانش بيهدد، لكن كان بيسلم للي بيحكم بعدل، اللي شال هو نفسه الخطايا بتاعتنا بجسمه على الخشبة عشان نموت عن الخطايا فنعيش للصلاح، اللي بالجلدة بتاعته تشفيته. لأنكم كنتوا زي خرفان تايهة، لكنكم رجعتوا دلوقتي لراعي انفسكم والأسقف بتاعها.